دياو والمحاولة لصالح نصر حسين داي، محاولة خطيرة خطيرة وبن شريف، خطيرة وبن شريف خرج هذه الكرة، ترجع الكرة لصالح فريق نصر حسين داي. من نصر حسين داي شوف هذه توزيعة ثم ورتاني، والحارس اللي كان بالمرصاد بارتماء ممتازة هو الأخ. شوف حتى نشوف أنه السقوط بتاعه نوعا ما ربما المس، نعم المس العارضة، العارضة هذه الركنية نفذها في القائم الثاني وكرة مليحة هاي جيدة، يعني رأسية رأسية كانت هايلة داخل طبعا المسبح، كان يعني يكون إذا اللي شوف فيه هناك خياط قسمي وإنذار البطاقة الحمراء، وسيوارى طبعا ترى غدا إن شاء الله السيد بهلول شهاب رئيس الاتحادية اتحادية الرياضات الميكانيكية. قوية مباشرة للحارس مرباح الذي يرتمي على هذه الكرة، وكرة الاستمطار رائعة يعني بصراحة، حرفية منفذة كما ينبغي، وكانت ربما يعني عرضيا وجش خطيرة جدا هذه الكرة مرباح، وتدخل الدفاع شوف فرصة للتهديف، شوف اسمحي يعني تسرع نوعا ما، وكان فيه التدخل من الدفاع. نعم على الجهة اليسرى صالح نصر حسين داي، فيه محاولة والهدف، والهدف الأول دل فيه هناك راية راح يخادع الحارس أو تصطدم بالجدار، وهدف، والهدف الأول لصالح فريق نصر حسين داي، والزيري بلال فرحة كبيرة لأنصار نصر حسين داي، فرحة كبيرة بعد تسجيل هذا الهدف في الدقيقة العاشرة، الدقيقة العاشرة فريق نصر حسين داي سجل عن طريق علاتي رقم 20، علاتي شوف وضعها في مكان خطير جدا، يعني في مكان هو حتى الحارس متحرك، حتى الحارس لم يحرك ساكنا. شوف الهدف من زاوية أخرى، يعني رماها في الزاوية اليسرى من الحارس بن شريف على الجهة اليمنى في انطلاقة سريعة جدا، يحاول دخول منطقة العمليات يسجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثاني، تسجيل الهدف الثاني لفريق نصر حسين داي. وشوف هذا، شوف هذا العمل كيف دخل منطقة العمليات وسجل بكل سهولة، يعني حراق مد له كرة على طبق ودخل منطقة العمليات وسجل هدف ثاني، ربما راح يكون عندها دم جديد في هذه المباراة. محاولة لصالح فريق مدينة وجاية، فضل انه يخرج الى الركنية تنفذ في القائم الاول، ترجع لفريق مدينة وجاية ثم طويلة داخل منطقة العمليات، المحاولة والهدف، وهدف خلص النتيجة أم قران، إذن هدف لصالح مولودية بجاية. شوف توغل أم قران اللي عرف كيف يدخل منطقة العمليات وتخلص من المراقبة، وكان فيه يعني نقول نقص في المراقبة، نقص في المراقبة من عناصر نصر حسين داي، ما كانش مراقبة، الحكم يعلن عن نهاية